صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا اخي ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربيه بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسه ازاي؟ يروحوا ماشي. كانت ماشيه في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت ماشيه في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايدة. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغاية المجمع واحنا شايلين الدهية دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس دي ليه؟ لا، برغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنت. عينيا، ماشي. يا ربنا يسطر اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ احنا فين؟ في
شوف رامز الله، انت بتسلي علي؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ الله ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك ايه؟ هتكون فين يعني؟ في السادس، في السابع، لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده ابوات دولة. انتوا تربيتوا فين؟ كان فكروا كمك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا مشميش. ايه يا مشميش؟ ده ابوات دولة يا مشميش. خش يا بشبيش. أيوة. خش يا بشبيش. استنى عليا يا بشبيش. ايوه استنى عليا يا بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حطيت حلم احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم وحد ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس انت. الله انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذلكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، اني لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معانا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقوم روح اجري بقى، وقف في اخر الصف هناك اجري. لا برود الخزن ومفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى انت مستعجلك، تعالى يا اخويا. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اخي. خدي فهمتك على الله نمشي على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ ايه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك.
اللي في اخر الصف انت حاطيه في اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت؟ اشرب ايه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله انت مش بتقول عندك عجز ب 60 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي. ده احنا عيال مخنا نضيف. 400 الف جنيه على 3
يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق سلمتين له رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتي. بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين بقالك كام يوم ما انتش باين؟ والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العربجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنة بتقول بكرة تفرج وما زهقتش انت يا فراولة. والله انت فراولة يا شيخ. ما تاكل طعمية ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش مية، اعمل ايه؟ هي المية اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص يا ماما. عاملين يا ماما يا بنت، وانت قبل ما تخش تغسلي وشك مش تشوف المية هتكفيك ولا لا؟ يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سايبك في كابوس. اصعى على صوتك في الحقيقه يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ نوم الحوافز ما الله عليك. تعالى وابعت الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خاله مقويه. كاتك الهم. ايه
حاطط صابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. الو، صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على عيل جنب مامنا صفحت المية. الله جريها يا ست. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم. انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل المية. اسمي مين؟ طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه. شعرفني. حسرقه منين يا وليه؟ شعرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه. انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي العيل؟ قلت لي حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه لسه هطلع السلالم دي كلتها. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك اللي في بالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي. ببلاش حماتك تحبك دي. هاي بلاش. حقك عليا. اخد على الراس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي اختي. اطلعي يا حاسس. انا ما اخد لحاسس. يلا 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 يا اخويا. يا اخويا لا يا اختي اطلعي لا يا اختي اطلعي لا على كده. ايه يا ست انت؟ ايه هتركبي وهو هيحشك؟ شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيلك. ايه هتخمنلك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقصور. فشيل شيل. عايزين اتنين اربعه رجاله يشيلوا معانا. مش شيلني عيب عليك. ايوه تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلامه يا عم هلال؟ لا مفيش سلامه. معاك شيل. يلا حط مين وانت حط معاك شيل. شيل يا اخويا. الله اكبر. شيل يا جدع. والحين قدين لمؤاخذة تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا بص هلقوا فلوس ناقصة في الشغل. اه على بلاطة كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجة. لجنة خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه بقى دي؟ انت ايه بقى دي؟ انت ايه بقى دي؟ لا اوعى كده. ايه ده؟ هو انا العصاب؟ لما تعيب عبيعة. ايه يا وانتو ايه؟ ده انا خافنا تطلعوني في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يا محمد. اوعى. يا نهار اسود. قول. يا راجل انت والله العظيم بتتكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه عدم المؤاخذة. ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهيه عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبنه يا اخويا عاملين فتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانه في سلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا ولاد نفسي اركبه مره. الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك. أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. أما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده كيلو متر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا رب. رد واستنى وسط الجمعية يا حمدية. انت واقف فين في حالك؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وبدم يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمينا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها. اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحرك لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى في هذا معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه. بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو. بلد وفي العيد بنبع جنيه. اي والله بنبع جنيه. البريال لحمه قال. ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. فوت علينا بكره. على راحتك اللي يريحك. يا نهار اسود، ودي تمشي ازاي دي؟ دراعك. تعالي 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 اقعدي جنبي. تعالي يا رهوان، تعالي رايح فين؟ قال تمشي قال. اقعدي جنبي. يا عبد يا رواب، 6 بيره وعلبه وينجز واربع تجواز كوارع بالبهاريز. حاضر يا بيه. 25 يوم على الحل ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطط الفاطسه؟ ده راجل جايز، على الاقل عنده شقه. يابا سباك سباك سباك. وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقه. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل 2 3 4، انما ده عنده شقه مش متجوزاه. فاهمه؟ اه ياكل كل مستنيه جدع. ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقد لغايه حجته معاه. يا اختي اللي مهان عليه يبعت كلمه في جوابه للصفر. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يبقى طول عمره خايب. اسمعي كلامي يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه. ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟
انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجل البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بي. دفعة العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي. أنت خارج؟ آه، ما هستلم العربية الجديدة. طب ما أجي معاك أسوقها لك على الأقل؟ لا أنا محضر السواق، ماليش دعوة أنت. احنا والمصور الخير بالخير عشان دي اول دفعه تنزل مصر بالموديل. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي اني ارقص. ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي. العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانيه خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بالغطريفي، مليونير متجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص، على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه، طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلوة. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. ايه؟ تعال شوف يا واد. ايه بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار، بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. ده أنا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت أهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان أنا متأكدة. هم تيكا تيكا هم، هم تيكا تيكا هم.
ايوه هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية. فرصه تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست، من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط؟ زينة خش يا مسيد. امرك يا ليل. تعالي يا زينة تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينه. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش. انا ما قلتلكش ايه الحكايه؟ انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا ما انا هقول. تعالي بس تعالي تعالي، انا هقول. تعالي يا زينه تعالي تعالي، اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زين؟ ابو خيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ماني كنت جاي لك، بس ماني هقول لك. انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جايلك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. اه بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جايلك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم، فتقومي تقولي لي. فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي، يعني اللي حشني يا زينب انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب، إنما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، هم يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. ايه ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينه؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي.
وانا لا اسمح مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لأن... ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه، فالعيال بس هم جسمهم فارم كثافه السكر 412 الف. تمشي يا شعبان مليون عيل. انت في حياتك زين ما ده كل اللي كثافه السكرانيه يا زين. طب سيبها تمشي وتيجي بقى، دي لحظه من غيرك مالهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه، الفتاه دي متاهه يا شعبان. زين زين تعالى انا هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زين. مش هناكل. طب ايه عندك على الهبل قوي؟ امشي يا طول، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا، كانت رطبه في نخوخي امك على الاكل قوي. ودي وافضل ساكت. ايوه بس ده خطوره، عشان انا خطوره ولا حاجه، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت، لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد، عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون
شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ما ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهواء في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد جواد، يا عبد جواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضه والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصه ازمه الفلفل الاسود، عارف عمل ايه؟ وانا مش عرفه، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشويه شطه وعبي يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره، ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد جواد، يا عبد جواد، دول ناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد جواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجارين. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا. اهي دي الافكار النيره مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لمؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، أنا مش عايز طريقة، أنا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة أنا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. إيه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. أنا برضه اللي اختشوا ماتوا. أنت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه، بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم.
السلام عليكم. فيش عليكم السلام. عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عوضك. يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المداح والبداح كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه. وصاحب البيت شاتو نصاب. وانت كمان نصاب. قول انت اهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت اهو من هنا. قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستني ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكوا فين؟ خير. معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت راخ؟ استنى لما اشوف الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه من غير بطاقة يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرى يا فريد؟ 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام. اعدام اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا فندم؟ خد شويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا رجاله. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو بطل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على اخوك. اشرب حبايبي يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد.
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه. واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا. شعبان زلق نفسه هيروح فين؟ هتبلغ عليه. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخطر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطة اللي هو فيها. زيقة الرقاصة. انتوا مين؟ وايه اللي جابكم هني؟ أني فين؟ ها؟ أني فين؟ شرفت جهنم يا روح اللي جابوك. مستر إبليس، أنت فاكر الدنيا سايبة؟ وأعمل لي فاتك كمان. أنا مش مستعد أضرب بالجزمة، بس أفهم أضرب ليك. أنا ما عدتش عايز أفهم. سابك لضميرك يا حلوف. يا بيه، يا بيه، أنا عايز أفهم، عايز حاجة تخش الدماغ أوي. مش قصدي. أيوة يا لذيذ. حرام عليكوا يا ناس، حرام عليكوا. مش وحش. أنت فين يا أستاذ؟ أنت كنت فين؟ ده الضرب هنا كان للركب. ده مش هو يا جماعة. إيه اللي أنت عملتوه ده؟ مش هو؟ مش هو انا، مش هو عليا ولا بالكلب بتضربوني. ده مؤاخذه يا استاذ، مش انت المقصود، بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي، شقيتك اللي فوق اللي زي دي. ده انا غلطت في الشقه. احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي؟ يعني هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرب من كل الناس؟ ها؟ ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متأسفين. ما فيش متأسفين، أنت تقول متأسفين أني أقبلها ولا ما أقبلهاش. إيه ده ولد؟ إيه النفختين دول يا ولد؟ بترضى عيون صغير، أطفال صغيرين يا ولد. ها ها، نزل إيدك، نزل إيدك. ما قلنا متأسفين. ما قال لك سوري بقى؟ سوري بلطجي مثقف. حقك علينا، ما تزعلش. ما تزعلش ايه؟ دماغك ابوسها. مش عايزين لمح النبي يا اخوانا، مش عايزين لمح حد داخل الاسعاف. الله يكرمك. انت هتلحن الاه. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ اقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت اسكت، على الاقل استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ ها؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله. الاختراع كله هنا. ها؟ مكنه قد كده اهو، اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتعمل في ميعادها. ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدشش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي؟ ده انت مدشش. خطيبتك وبتعيشتك. يا جاي تتخانق معايا، ولا جاي تتخانق معايا، جاي تديني. انا مدشش صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك بقى؟ دماغك، ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه، اللي دششتك وهتودينا في داهيه معاك. داهيه؟ عبقري زيي اعمل لكم عربيه تمشي بالميه وتقول لي تروحوا في داهي يا جهله؟ يا ابني ميت ايه والباب ايه؟ لا مش هباب، ميه. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليله؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه. يوم وليله؟ ده انا شغال في مصنعكم تسع سنين وانا في الثانويه العامه، دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد. تقول لي يوم وليله؟ ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا، ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام. انت بتكسر مقاديفي ليه؟ بتكسر مقاديفي ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صاد سليم، وهعمل التجربه، هعملها وهتنجح. بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلم لي الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي، وخلاص. خلصت روحك، خلصت روحك. لا خلصت روحك، انت هتجنني، هتجنني. هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ايه؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الورده باسم الساده الزملاء اعضاء اللجنه النقابيه التي اتشرف. اقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها خطبه؟ جاي يزورني في قرافه، طلع قرافه علي. هات يا اخويا الورده، هات. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، انتوا عارفين شايفين اهو مش قادر يتكلم. ايه يا عم مصيبه؟ مع السلامه. مع السلامه. طبعا لابسين لي بدل. ما شاء الله، برجت.
طبعا هم يلموا على حسي في المصنع. يلموا طلع لهم ب 200 جنيه جايبين لي بوكيه 5 جنيه. انا هفضيحه يا انت. بقول لك ايه، هم كلمتين ورد غطاهم. التجربه هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الاداره حي غصب عنه ورجله فوق رقبته يا اما. انت عارفني هشغل لك الخمسه الخفيف. ايوه عارف الخمسه الخفيف. خلاص عارفهم عارفهم الخمسه الخفيف والسته الطوال وكله. هطيح فيكم واحد واحد. طيب خلاص خلاص. الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. انت جاي تخانق، انت قصدي جاي تخانق، وديني لما هم هشوف عامل فيك ايه. صباح الخير. اهلا يا عيشه. اهلا. الله ايمانك يا بيضه. بيضه ولا سودة. وشفتي شفتي يا عيشه زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حسبي ايه يا عيشه، عمال اتفاصي ايه؟ يعني فكرك كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله. انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه ايوه، بس المهم يعني هطلع لهم لساني؟ ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانت في بيت واحد والمدعو ابوكي، لا مؤاخذه يعني معلش ما تزعليش، يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه، لا بجزمته. اقصد براسه. طب خد خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجربه. لا لا يا عيشه كفايه بقى كفايه، انا خدت منك كتير وبتكسف. يا حبيبي انت كل مره بتتكسف وكل مره بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني ان انا بعيد عن نوتي وفي الاخر حدهم لي في عداير المليم. صبركم علي يا اولاد المصنع، صبركم علي. ان ما وريتكم انا حوريكم ان المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا راسا على عقب يا اولاد الكلب. جاهزين يا فندم؟ طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها. لا مش فاضي ده. احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقولي مش فاضي دي؟ معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحق شويه بقى ناقص خمسه. لا لا يا عبد السلام بقى، يعني مخي ما اتلحقش وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتزلني عشان اختراع اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بان، حاضر. إن ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا يا عايشة، هطرح القضية. أشكركم يا حضرات لأنكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقة والسخرية تقولوا عليا معتوه مجنون. أنا هثبت لكم إن العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل إيه؟ تجربة بسيطة. سيارة هتمشي بالمية. من غير جاز، من غير سيمنتو، من غير اي سائل اخر. بالميه. عربيه تمشي بالميه وصحالي. هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول، عشان نغير موازين العالم، ومصر هي اللي بتخترع العربيه دي، هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاشره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح هذه الإنسانة، الست عائشة. لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة، دي مش منظر إنسانة. بتبص على ايه؟ انا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني الا ان اشكر الآنسة الآنسة عائشة الآنسة الباردة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يصلي. بس يا جماعة بس يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم، طبعا انت لا يهمك ان العالم يتهز ولا ما يتهزش، كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. يوه. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عائشة. انت الوحيده اللي بحترمك في القعده دي. بسم الله الهادي. شوفوا حضرات، قبل ما ابدا اوريكم التجربه في شويه حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا
كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دورة كاملة. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي؟ عبد الجواد نمت يا عبد الجواد، اصحى. ايه 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 في ايه؟ سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله، البي مش نايم، ده بيفكر. قصدي بيفكر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه اللي بعملها فريد فيها عمري، وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده؟ ها يا اخي، خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص ده. ثانية واحدة يا فندم، بس خلاص بقى يا محمود، خلاص بقى يا محمود، بلاش فضايح بقى وابتدي. الله، مش شايفة مناظرهم يا عيشة؟ مناظرهم كما لو كانوا رايحين جامع عمر مكرم، مش بيحضروا التجربة ناجحة. المفروض يجوا فرحانين ومزقطزين ومنتعشين. بعدين معاك بقى، ما كفاية عليك، أنا مبسوطة يا محمود. خلاص بقى عشان خاطري. ماشي ولا مبسوطة؟ خلاص. شوفوا يا حضرات، الجزء اللي هوريهولكم ده، الجزء دي هو أساس الاختراع. بقيه المطار زي ما هو، ما حصلش تغيير كتير. والجزء ده خاص بتحويل الطاقه المطلوبه العربية من طاقه البترول لطاقه المي. طبعا انت ما انتش فاهم حاجه خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه سيد وزير الصناعه مستني نتيجه التجربه كنت سبتك ومشيت. اهديه، يعني كمان جاي غصب من عنك؟ يا محمود يا اخويا، انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الاداره؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش عشان خاطري، معلش. يلا يلا اتكل على الله، يلا عايزين نتفرج بقى على حاجه حلوه. يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا بسم الله الهادي. بسم الله الهادي، هتبسط وتفرح. استنى لما اقول لك يا صلاح. ها بسم الله. سمي يا صلاح، سمي المساله حق مش عارف. ماشي يلا اتكل على الله. بص كلات لا معلش لوحدي، هي بتحصل بتعلم ساعات. شغل يا صلاح. مالك يا ايوه يا اخي، سلكه طالع مش طالع. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. ها مفيش، مفيش ازاي؟ مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس. يعني ايه مفيش يا باشمهندس؟ اوعى صلاح، اوعى انت، اوعى بوشي. اشتغل 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 اشتغل. معلش يا محمود، معلش، مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغلها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ سعادة البيع هتدور، أكيد هتدور، مش في المنام ولا حاجة، هتدور حالا. حضرتك عارف. عارف إيه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفاية بقى بيه، كفاية. اخرس اخرس. أنا تذلني؟ أنا تفزعني وأنا نايم؟ قصدي وأنا بفكر؟ آخ، لو كان في إيدي إنه أفصلك كنت فصلتك من زمان. لكن مع الأسف في قوانين عمل. لكن معلش، هيجي اليوم اللي هتقع فيه واخلي اللي يتفرج عليك. اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف عارف، المخترع قال. هزولت يا فندم اعصابك، لا تتجنن زي يا فندم. هزولت يا سيدي. ازاي يا عائشه؟ انت اللي حاسه بيا، انت عارفه مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 99 من عمري، هيتهزات، بقيت ملطشه لكل واحد. دلوقتي هيتريقوا عليا اكتر. انا خلاص مش قادر استحمل، مش قادر. طب يا بابي، انا فاشل، انا فاشل فاشل. خلاص بقى يا محمود، معلش يا حبيبي، قومي عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما يتريقوا عليا بسرعه، مش عايز اشوف حد. Thank you.
العالم الجدع لما يفشل لازم ينتحر. ايه العيال هادي؟ لا دي حتى تبقى موتة بايخه. اجزر 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 لسه هنقطع الشرايين، شرايين تتبهدل تخر منها دم دم يا ويالي. لا يا سلام لو كان عندي بانيو كنت غرقت نفسي فيه. لا لا برضه موتة بايخه وراها معنى سخيف. ما وزوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟ بس لقيتي بقيتي بزجاج صح. لا لا حاجه تخلو والدم يزرق ويبقى منظري بالبلي. لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ أنا جبان جبان ما عنديش شجاعة إني أموت نفسي. طب أعمل إيه؟ لازم يكون في حل. ألو أيوه عايش؟ لا أبدا مفيش مفيش. هكون عامل ايه يعني؟ عامل عيشة. طب وليه اليأس ده بس يا عيشة؟ قصدي يا محمود عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش. ليه؟ واني قبلتي ايه؟ حلوه؟ ده امل عمري ضاع ضاع يا عيشة. معلش يا محمود حاول تاني يا باشمهندس. مش هحاول خلاص. انا اتعقدت يا عيشة اتعقدت مش هحاول. الو الو محمود. عم ابو اليزيد هنا؟ مين اللي هيسأل عليك؟ أني أنت مين؟ نقول له مين يعني؟ أني محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطية. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي نقول له محمود مين؟ محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطية هو عارف. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي عبد الظاهر مين؟ أبوي أني محمود وزاهر أبوي وعبد الظاهر جدي. أقول لك إيه؟ قول له حفضل مكاني عارف. ما تتحركش. ماشي اثبت يا جدع اثبت يا اخوي اثبت. ماشي مستنيك جوا روح له. ماشي وقف مكان ما تتحركش. اقف كيف اقف كيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا سي محمود يا ابن الناس الافاضل. اهدي حضرتك لسه فاكرني؟ الله يرحم والدك وناسك. ناس لهم فضل علي ياما سرقنا منهم معيز. معيز بس. أنا عايز أتكلم معاك. قول قول يا حبيبي دول مش أغراض. بس أنا كنت عايز أتكلم كلمتين على انفراد. قوموا يا رجال قوموا. اجري يا صاحبي اعمل لنا كباب شاي. تتأمر يا سيد الرجال. اقعد اقعد. اتفضل شاكر.
اهلا اهلا مرحب. انا واقع في ورطه وعارف ان مفيش حد هينجدني منها غيرك انت يا عم ابو اليزيد، لانك راجل جدع. رقبتي سداده. لا انا مش عايز رقبتك، انا عايزك تاخد رقبتي تقطعها. واقطع رقبتك كيف؟ تموتني يعني. واموتك كيف؟ وباي طريقه تختارها. اها انا اول مره اشوف واحد يكري على نفسه، يعني عايز يقطع رقبه نفسه. اصلك ما انتش فاهم بصراحه، انا محكوم عليا بالاعدام. اعدام؟ انا طلع عندي المرض البطال. يا ساتر يا رب. ايوه والدكاتره كلها قالوا لي انك هتموت بعد 4 أشهر، يعني ميت ميت. طب ما تستهدى بالله وتنتظر ال4 أشهر دول وتموت براحتك. انتظار الموت وحش يا عم ابو يزيد، بيموتني في اليوم 100 مرة. عندك حق، الله يكون في عونك يا ولدي، بس دي شغلانه كبيره قوي، تودي في داهيه. تودي في داهيه وانت يهمك يا ابو يزيد؟ ده انت قتلت قتلة معتبر، ده انت بتقتل وبتأزأز ليه؟ ايه الكلام ده؟ ده البلد كلها بتتكلم عنك وعن مصايبك السودة. اشاعات يا ابني اشاعات، ده انا زي الحمل الوديع. حمل وديع ولا عجل وديع؟ عني تايه عنك وفاكرني الحكومه هتخاف مني؟ انت تشرب الشاي وتتوكل على الله يا ابن الناس. اسمع بقى، انا جاي لك في بيزنس، عاجبك عاجبك مش عاجبك اشوف غيرك. انا عندي شقه هبيعها وادي لك 20,000 جنيه. بتقول كام؟ 20,000 جنيه، ادي 4,000 والباقي بعد ما تخلص العمليه. طب وانا ايش ضمني ان اخد الباقي بعد ما تتوكل؟ ماني ليا خطيبه اسمها عايشه هتديك بقيه الفلوس، انا معرفها تسد ديوني كلها. هو معقول؟ معقول خطيبتك تدفع ثمن قتلك؟ ما هي مش هتعرف انك انت اللي قتلتني. اتفضل ادي الكمبيال اهي. بس قول لي ايوه، انت ليه ما قتلتش نفسك؟ فكان زماني خلصت. انا جيت لك عشان كده لاني جبان واخاف ما اقدرش اقتل قطه. انا عايزك بقى بصراحه تقتلني قتله غدر، موته غدر، بس ما احسش بالم. ومهما تحيلت عليك يا ابو اليزيد، لو بوست ايدك بوست رجلك اوعى ترحمني، انت تذبح وخلاص. خلاص هنذبحك يا ولدي. الله يكرمك ويخليك. اتفضل ادي العنوان بتاعي يا عم ابو اليزيد، بعد 3 أيام تكون عندي وقتلني. وبعد 3 أيام بالظبط، يعني يوم الخميس. عارف ليه؟ عشان أنا بتفائل بيوم الخميس. طب وليه 3 أيام؟ طب ما نقتلك وعلى الأقل نيت منك هنا. ايوه مظبوط. لا بس أنا عندي شغل كتير وعندي مشاوير كتير لازم أخلصها الأول. وخلي بالك أنا جبان جبان جدا، يعني أتحايل عليك أقول لك في عرضك يا أبو اليزيد، في طولك أبوس إيدك، مالكش دعوة بيا، طخني اذبحني فرتكني. عندك حق عندك حق. طيب أستأذن أنا بقى. لا ما شربتش الشاي. لا تشربه في المياتم باذن الله. وزي ما بقول لك مش عايد عليك، مالكش دعوه بيا، مهما استرحمتك مهما تحيلت عليك طخني يعني طخني. اطمن احنا واخدين على الحاجات دي، هنقتلك براحتك. واني هدعيلك يجعل لك في كل خطوه جريمه باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الدنيا فانيه. ما تزعلش، انت هتروح المكان اللي لا فيه وجع قلب ولا مرض بطال ولا يحزنوا. ايوه بس ابو لزيد انا مش عايز اوصيك، انا عايز موتة ابقى مستريح فيها ما احسش باي حاجه وانا بموت. اطمن رقبتي سداده، احنا عندنا القتل كيف شكت الدبوس. انا سامع انا سامع سامع. مع السلامه. ربنا يبارك لك في ايدك. مع السلامه. اطمن مش عايز اوصيك، هتتقتل براحتك. الله يكرمك. مع السلامه. قلت لك 100 مرة بس مش محمود، من هنا ورايح ايه بس معاش. يا حبيبي قلقتني عليك قوي، ده انا قلت لك كده التليفون ما بتردش، ممكن اعرف بقى كنت فين يا استاذ؟ كنت في ده. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ مش انت محمود اللي انا اعرفه؟ فين محمود الطموح الصبور؟ انت عبقري، انت عارف ان ده رأي فيك طول عمري، ولازم تفضل عبقري يا محمود. لا انا فاشل. لازم تحاول تاني. ما اقدرش. يا حبيبي لازم تحاول تاني. أكيد في حاجة غلط في اللي أنت عملته وما خدتش بالك منها. إزاي؟ إزاي؟ الاختراع نظرياً مظبوط، عملياً مظبوط، هندسياً مظبوط، لوغاريتمات وتكنولوجيا مظبوط، كل شيء متعلق بنظريتي مظبوط 100%، يبقى إيه اللي حصل؟ يا عيش مسألة بسيطة في منتهى البساطة. أنا موصل الأسلاك كلها صح، كل حاجة موصلة صح. أدي السلك ده هني ومع السلك ده هني، وموصل على شاحن البطاريه عشان ياخد شحنه بسيطه من البطاريه، ويا دوبك بس ارفع الزرار دي اللي فوق. لا تدور ما ضربش. ليه؟ ليه ما محمود الحق يا محمود، ده الموتور السمن يا محمود، السمن السمن موتور.
شغالة يا عائشة؟ أيوة يا محمود. شغالة إزاي؟ يعني هو ده دلوقتي؟ أيوة حبيبي ما قدامك أهو. الدنيا مش مستوعبة يا حبيبي، الموتور شغال. أيوة يا محمود الموتور شغال. أيوة حبيبي يعني زي ما اتقرعت وشغال بقوة المية. أيوة يا محمود شغال بالمية. أيوة شغال. استني ما تتصرف عليه، استني استوعب. شغال بالمية على الاختراع. أيوة يعني هو دلوقتي داير وشغال. لا يا محمود قدامك أهو. لا أنا بحلم، أنا بحلم. لا حبيبي دي الحقيقة. الحقيقة لما هو داير، هو داير صوته باين. داير نشتغل. يبقى أنا عبقري يا عيني. أنا عبقري. أبوسك أبوش ولا أبوش بيكسي تعالي عايشة. اشتغلت بالمية، اشتغلت بالمية، ياخد الكيروسين والبترول كله والجاز، عاشت المية حرة بي، عاشت مية النيل اللي شربت منها وخلتني عبقري. هو فين؟ هو ايه فين بس؟ الزفت الطين عبد الجواد رئيس مجلس إدارة. أكيد في بيته طبعا. تعال نروح له. نروح له بس دلوقتي ما دخل زي ده يا محمود. مش مهم، لازم أصحابه من أبقى، لازم يجي يشوف التجربة. اشتغل. ثانية واحدة بس. يا حلوة يا جميلة. كان راسك زاق، كان راسك زاق عشان تشتغلي. ماشي يلا يلا يا عايشة. بس أنا مش بقول أروح وقت متأخر عند الناس كده يا محمود. مش مهم، مش مهم يا عايشة، مش مهم. أهم جزء في التجربة من غيره ما تمشيش. يلا بينا. يلا حبيبتي. طب أنا بقول لك وسيلة. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم. حتى مره زمان كان ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ تاكل؟ انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقول صاحبه. يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمري حلف على الشغلانه ده. انت بتلفق في ايه؟ هتروح اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زيي. هتنفخر بيا اخي النفخره. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. بابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه. خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فيزي من هنا. قومي قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مرات خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعه على نار. انا بقول لك اهو، قوم فيزي انت اهو. قوم يا خالتك كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر. قوطه قوطه يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاه يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه شاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين.
والسح اللي لحت فوق شيلوا الواد من ابوه، السح اللي لحت فوق شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هوقفك في شدة داهية. يا ولا ولا محمد ولا صاحبي. بس يا ولد بس اسكت انت، هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولد ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يعمل حاجة فيكم. يا خال مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. أحسن حل إنك ترجع بلدك. أنا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمة العيش هنا صعبة، لازم تشتغل وتشقى، إنما هناك اللقمة سهلة. يا خال أنا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني أنا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى إنك أنت خايف من مراتك. إيه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده بيخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجره يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوامر دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تسوق. أديني افتح لي الصخمات دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا، روح يا اخويا، اعوذ بالله. يلا امشي امشي، لك الشروق كمان ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ قالي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابو لا يا ابو بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم قوم قوم.
تمام مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشطه. طب ما جهزوش ليه؟ ان شاء الله بس ما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت مؤاخذة يا معنانة. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف بس كل ما اجي اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا في السرير احسن. يا سي خليل يا حمار الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكه. انتكه؟ انتكه ايه؟ غزقعين هياكلوا الشهد. غزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. راح فين؟ انا هزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخد الحلزوني واروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا مدخول الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. ادي اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي محدش يعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني. هو دي ده حاجه يعني انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي؟ هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يا امه،
بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور، دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري، واذا كان مش عاجبه سيساية هموش بتاعكو ده، انا ميت مؤسسة تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هموش؟ ايه يا سيد هموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش، انا ما بغيب، ما بغيبش كده انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. بس انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية، استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال هناك. تعال لي لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتتبعوني على البرد؟ لا هنتبعك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل، واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك، قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده، ما تقطعوني الزكته دي. اقرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام.
يخرب بيت ابو اللي زعلك. إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم، إلهي يا رب. أهلاً أهلاً أهلاً. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ، إلهي ربنا يكرمك. إلهي ولا أنت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالاً. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا منين؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. إلهي يا رب ربنا يكرمكم. إلهي يا رب، ما اجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما اجيب حاجه لله. إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا الاولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه، نهاية الأول، أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، أتعشى. عشوه، بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر، تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. خدهم قد كده على قلبك، تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقولك، خد الورقة دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجة ان شاء الله شيرين حد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي، نخلع بقى.